معنا السي عبد الباسط رئيس لجنه التنسيق التابعه للمنتدى العلمي بمراكش. بغيناك تعطينا شويه الارتسامات حول هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المخلوقين. فهذا اللقاء الحمد لله الذي نظمته جمعيه الهدى بهذه المنطقه الطيبه المباركه، لقاء طيب، وهذا ما نحتاج اليه في هذه الاوقات وهذه الفتره بخصوص. نحتاج الى التواصل والى التنسيق والى التقارب فيما بين الاخوه والتالف، ويعني الاجتماع على كلمه الحق. نسال الله تعالى ان يحفظنا ويحفظكم، وان يجعلكم دائما مفتاحين للخير مغلاقين للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انتاج خدمه الامام الشاطبي الدعويه.